صباح الخير يا اخوان. طبعا انا من داخل الحجر الصحي بصب عليكم، بتمنى من كل اللي بيشاهدوني يشاركوا البث المباشر هذا لنوصل معلومة صغيرة عن الكورونا لجميع خلينا نحكي ابناء شعبنا، خلينا نقول بدناش نجيبها على الدول الثانية للي بيشككوا في وجود الكورونا. والله يا اخوان ربنا على ما اقول شهيد انه مرض لعين وبذلك وبخليك تشم. انا طبعا يا اخوان انا بحكي معاكو، انا من الساعة 4 العصر امبارح لحد الان انا مش نايم من الوجع اللي برافقني. طبعا وجع يوم عن يوم بختلف، المفروض انا اليوم اسوي اخذ عينة ليتأكدوا انه الفيروس بعده موجود معي او مش موجود. اخوان الفيروس هذا مصيبة ومش بسيط يعني. للأسف انا بتابع، خلينا نحكي على الفيسبوك، او بتابع على عدة محطات انه الناس بتقول يا عمي بدنا نفتح وبدنا نحط وبدنا نقيم وبدنا نساوي وبدنا نعمل وبدنا اشغالنا وبدنا الدنيا وبدنا الدين. والله اكثر بني ادم كان حريص على حاله انا، والحمد لله رب العالمين شاءت الاقدار انه انا ربنا يبتليني في هذا المرض. انا عشت معاناة السجن، عشت الحرمان، الذل، القهر. لما اهلي كانوا يزوروني كانوا يزوروني في بيني وبينهم لوح قزاز. تعرف انه انت خلينا نحكي تحت احتلال ما بتقدر تلامس اهلك او تسلم عليهم او تحكي معهم او يعني تعيش حياتك بشكل طبيعي. بس يا اخوان انت لما بتكون عايش في دار حاجر حالك في غرفة 4 في 4، اهلك في الدار عايشين حياتهم، ولادك بتسمع صوتهم مش قادر تصيبهم مش قادر تلمسهم، هاي بحد ذاتها معاناة بحد ذاتها مرض. طبعا حدث ولا حرج، انا باخذ 6 انواع ادوية يا اخوان على اساس انه انا اخفف من الوجع، يعني للواحد يعني اقلها انه يعرف ينام. بس للامانة يا اخوان الي 14 يوم ما بنام الليل، وساعات نومي بتبلش من الساعة 9، من الساعة 9 الساعة 2، الساعة 1 الظهر، يعني 4 5 ساعات أنامهن. حتى بقوم مفزوع من نومي، بقوم إما على حمى داخلي داخل جسمي أو بقوم على وجع اللي هو ما خلينا نحكي القفص الصدري الجهة اليمين، أو على قحة مزمنة يعني بتخطفني خطف من نومي. يعني لو أنا أملك كل مال الدنيا هسه، كل مال الدنيا أملك وإني أرجع لحياتي بشكل طبيعي، بديش مال الدنيا، بدي أرجع لحياتي بشكل طبيعي. طبعا أنا بوجه كلامي هذا لكل المشككين في المرض، للناس اللي بتنادي بدنا نفتح وبدنا نشتغل وبدنا التجارة. يا أخي المصاري المال اللي بدك تجيبه بحمل الفيروس. نتقي الله في أولادنا في أهلينا على بين ما ربنا يفرجها علينا.